قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين. أما النوع الثالث فهو الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وابنة أخيها، أو بين المرأة وابنة أختها. والدليل على ذلك الحديث المشهور، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على بنت أخيها، ولا على بنت أختها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامهن. السؤال التالي: من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن لتعلق حق الغير؟ الإجابة: المحرمات بتعلق حق الغير لا يجوز أولا أن يتزوج الرجل زوجة الغير، ولا أن يتزوج معتدته. ينفع واحد يتجوز واحدة متزوجة؟ لا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من سقى ماءه زرع غيره. ولا يجوز، وهذا هو النوع الثاني، أن يتزوج الرجل امرأة حاملا من غيره. لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة حاملا من غيره. السؤال التالي: ما أقل البحر؟ وما الحكم لو تزوجها على أقل من هذا المهر؟ الإجابة: المهر أقله 10 دراهم أو ما قيمته 10 دراهم. المهر قيمته وأقله 10 دراهم، فلا يجوز أن يدفع لها مهرا أقل من ذلك. والدرهم ده كان بالفضة زمان، كان 3 جرام و125 تقريبا من الفضة، جرام من الفضة، فيبقى حوالي 32 جرام من الفضة، ده قيمة المهر كله. طيب، ما الحكم إن سمى أقل من 10 دراهم؟ في هذه الحالة تستحق المرأة على 10، لأن 10 لا تتبعض، لا تتجزأ في حكم العقد. وقال زفر: لها مهر المثل، لأنه سمى ما لا يصلح مهرا، فصار كأنه لم يسم لها مهرا من الأساس. طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، حياكم الله ورعاكم، ولكل خير أبقاكم، ومن كل شر نجاكم، وفي الحلقة القادمة نراكم، وسلام الله عليكم ورحمة